أهلين مدام، رقم مقعدك هو 32 A، تفضلي لدلك عليه. شكرا. بعد إذنك. ياش، شو في داعي نروح برا البلد مشان شهر العسل؟ كنا بنقدر نروح برحلة بحرية. انت بتعرف قديش بخاف من الطيارة، ليش هيك؟ ليكي زويا، اللي بخاف من الطيارة ما بينجح بحياته. الرحلة بس 8 ساعات لباريس، ما تخافي. بتعرفي قديش المدة بالبحر؟ ما بدي اعرف. المهم هلأ انه تعرف انه ما رح نروح لأي مكان بالطيارة المرة الجاية. طيب ماشي حبيبتي، عم بفهم، بس نحن رح نضطر نرجع بالطيارة. طيب اسمعي، لقلك اعتبري هلا انا كنت طيار. وقتها ما كنت رح حبك ابدا وما كنت رح تكون زوجي. هدول اللي بيحبوا المرتفعات انا ما فيني حبهم نهائيا. زويا لا تخافي، خدي امسكي ايدي يلا. يا قدير ساعدني لتخلص هاي الرحله وارحمني فيها. يا قدير ساعدني وارحمني. يا قدير ارحمني. يا قدير ساعدني وارحمني. يا قدير ارحمني بهالرحلة لحتى تخلص. انتي هاد انت